قديش تلومني إذا أسأل وأقول بأنه لحد قبل 4-5 أشهر قبل تشكيل الحكومة كانت أطراف داخل التحالف الوطني مصرة على عدم توليك المنصب. حقهم. طيب. هذه مشكلة. وعندنا العراقية واضح موقفها من توليك المنصب. طيب. الآن أنت وفي لأقول في هذا الوضع الحالي تلك الانتقادات موجهة لدولة الرئيس لأداء الحكومة وخليت أحرجت الحكومة وأحرجت نفسك بمئة يوم. إيش تتوقع من جهات سياسية كانت معترضة عليك قبل 2 أو 3 شهور؟ أنت تعتقد أنا أحرجت نفسي لو سأحرج من لم يكن أهل لتحمل المسؤولية؟ يقولون أحرج نفسه بالمئة يوم ما راح يقدر يسوي شيء. لأنه وضحت فهم المئة يوم مو إنجازات، مو أسوي كهرباء. هذا مشروع المئة يوم مشروع معمول به في كل دول العالم حينما تشكل حكومة تعطي لنفسها ولوزرائها 100 يوم. الأولى 100 يوم الأولى يصير اختبار للوزير، هل لديه رؤية؟ هل لديه خطة؟ هل سيضع الوزارة على الخط الصحيح؟ هل سيبدأ بعمل؟ بعض المشاريع عند الوزارات 100 يوم يجب أن تظهر نتائجها، مثل البطاقة التموينية 100 يوم كافي يكون يبين عليه فعلا صعد بطاقة تموينية وقام يشتغل. بس 100 يوم لأبو الكهرباء مو كافية، لكن كافية أن نختبره نشوف عنده مشاريع راح يمشي لو ما عنده مشاريع. والمئة يوم راح ننتهي في نهايتها بتقييم الوزراء. وأنا قلت ينبغي أن تكون المئة يوم أيضا مشمول بها مجلس النواب، وإن كان هذا مو صلاحيتي، ولكن أطلب من مجلس النواب أيضا يضع لنفسه 100 يوم حتى نشوف مجلس النواب على السكة الصحيحة أو لا. قبل ما ندخل مجلس النواب أنا عندي فاصل، بس يعني معنى كلامك أنه بعد 100 يوم ممكن نشوف دولة رئيس الوزراء رايح لمجلس النواب أقول لهم قالت هذا الوزير؟ والله ستراها حتما، لكن أتمنى إن شاء الله ألا تراها. أن يكون الوزراء، وأنا داعم لهم وجبت خبراء وشكلت لجان متابعة ولجان استشارية لهم، إن شاء الله ينجحون حتى لا أذهب إلى مجلس النواب. ولكن إذا ثبت أن الكابينة الوزارية كلها غير قادرة على أن تنهض بما فيهم رئيس الوزراء، ربما سأطلب حتى لو وصل الأمر إلى إقالة الحكومة كلها. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نتابع الحوار مع دولة رئيس الوزراء. مرحبا بكم مرة أخرى والجزء الأخير من أعالي الحوار مع دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي. مرحبا بك مرة أخرى. طلبت من مجلس النواب ونوعا ما اعترضت بخطابك ومداخلاتك مع النواب على طبيعة توزيع الدرجات الوظيفية على الوزارات، وإحنا ندري موضوع البطالة كان من أهم الشعارات اللي رفعت المتظاهرين. شنو رؤيتك لتوزيع هذه الدرجات 280,000 درجة تقريبا اللي موجودة في الموازنة؟ هو بالحقيقة حتى لا أرمي الكرة كلها على مجلس النواب أنه أجرى تغييرات في الدرجات، لأنه هو مو من حقه يغير بالدرجات، إنما هي الحكومة المسؤولة عن الدرجات الوظيفية. ولكن يحصل دائما بعض الإجراءات اللي يقوم بها المجلس في إطار الموازنة هي خارج دائرة الصلاحية، لأن مجلس النواب صلاحيته تصديق الموازنة وإجراء التخفيضات عليها، إما يزيدها أو ينقصها إجماليا، أما التفاصيل على كل حال هي قضية مشتركة، مسؤولية مشتركة، والحكومة أيضا تتحمل، وزارة المالية تتحمل حينما رفعت الدرجات ينبغي أن تأخذ بنظر اعتبار عملية التوزيع. احنا عندنا مشكلة الآن، كثير من الناس يعملون بعقود، معلمين ومدرسين وعمال وموظفين عقود، وصار له 3 سنوات و4 سنوات يخدم، هذا يكون نثبته بالوظيفة، ذول لهم أولوية يكون يثبتون وظيفتهم. عندنا ناس عاطلين وشهادات، مهندسين زراعيين وحتى معلمين ومدرسين وموظفين وموظفات، هذول يحتاجونهم إلى درجات تعيين. إحنا عندنا حالة من التضخم في بعض الدوائر، ما يصير نيجي نعطي مرة أخرى درجات وظيفية. وأنا ضربت مثل في مجلس النواب، مثلا يعطون 200 درجة إلى مكتب رئيس الوزراء. أنا بالحقيقة ما عندي حاجة هاي 200 درجة أستفيد من عندها، أعين 200 معلم، عين 200 حارس للمدارس. على أي أساس تخلوا الدرجات إذا أنت ما طالب؟ ما أعرف والله، أنا بصراحة ما أعرف، يعني مو لأن أتنصل المسؤولية، ما أعرف شلون صار توزيع الدرجات. مثلا 10,300 درجة لمن عملوا بعقد مع المفوضية، زين هو مع المفوضية عمل له شهر شهرين 3 أشهر،
يستحق التثبيت درجات وظيفية، وهذا المعلم والموظف اللي صار له أربع لا، أو دولة خمس الرئيس سنوات المفوضية لها خصوصية، أكو من 2004 يشتغلون بالمفوضية وطلعوا مظاهرات بعدة محافظات. إيه، لكنه 10,000 هي كلها 2700 درجة أو 1700 درجة، تعطى 10,300 إلمن. أكو عندنا عدد محدد 2700 درجة، ذول اللي عملوا من 2004 و2005 وعملوا، أنا ما أنقص من جهودهم لأنه أيضا مارسوا دور، لكن ما عندنا 10,300، هذا الترهل. وتدري عمل المفوضية مو عمل يومي ولا أسبوعي ولا شهري. مثلا كما ذكر السيد وزير التعليم العالي، قال أنا حاطي لي 2300 2400 درجة، أنا ما محتاج. لذلك قلنا بأن هذه الدرجات بهذا الشكل توزيعها غير مقبول. احنا راح نجري عملية مناقلة، ناخذ درجات اللي مخصصة لهيئة الرئاسة اللي هي ما تحتاج، هيئة الرئاسة عندها تخمة، مجلس الوزراء عندها تخمة. ونجري عملية مناقلة وإعادة توزيع من أجل أن نفرغ عدد كبير من الدرجات للعاطلين، لطالبي التعيين، لأصحاب العقود الذين صار لهم سنوات يعملون بدون تعيين. هسه نقدر نبشر جماعة العقود، كل العقود ممكن يتعينون خلال هذه اللي. والله إن شاء الله كل العقود يتعينون، مثل ما حلينا مشكلة الاف بي اس وعيناهم حسبناهم شرطة ورابط شرطة، كل العقود بإذن الله نعمل بتوجيه الدرجات الوظيفية باتجاههم وباتجاه طالبي التعيين، حتى قضية رفع سن التقاعد لمواليدين يعني من 63 سنة إلى 61، هذا أيضا راح يعطينا فرصة لتعيين أو ترقية كثير من الذين يستحقون الترقية. طيب أريد أدخل في موضوع سياسي بعد ما حكينا بموضوع المظاهرات وطلبات الناس. نعم. لحد الآن دكتور عياد علاوة ما مقتنع، أو غالبية قادة العراقية ما مقتنعين بأن الشراكة الوطنية قد تمت وأن اتفاق أربيل قد أفرغ من مضمونه. والله أنا أجد أن هناك خلل في فهم الشراكة. بعض الناس يفتهم الشراكة أن يختزل دوائر الدولة ومؤسساتها ودستورها ويصير البلد يديروا اثنين أو ثلاثة قاعدين في بروجهم العاجية، وهذا انعكس علي بشكل واضح. أتخذ قرار في مجلس الوزراء يصوت عليه المجلس، والمجلس هو المسؤول عن رسم وتنفيذ سياسة الدولة. يعترضون عليه بعض الناس يقولون الشراكة وين، غير تأخذ رأينا؟ هذا دستور، وهذا مجلس عنده صلاحيات، وهذا وزير تصرف بحدود صلاحيته. يفهمون الشراكة تعطيل لكل شيء ويصير قضية على طريقة المقاولات بين شخصين أو ثلاث شخص أو أربعة. الشراكة ليست هكذا. شراكة أن تشترك المكونات السياسية والاجتماعية بالدولة، وكل من موقعه يكون شريكا للآخر. الشراكة إذا تسمح لي تفضل، متحققة بأفضل صورها، بل سببت لنا مفهوم الشراكة الذي هو جميل، هذا الترهل بالوزارة 46 وزيرنا أو رئيس وزراء. من أجل أن نستوعب الشراكة الآن، أنا أد أسأل ما متحققة، وين ما متحققة؟ بالقائمة العراقية، رئيس مجلس النواب منهم، نائب رئيس وزراء منهم، نائب رئيس جمهورية منهم، وزراء المالية والزراعة والصناعة ووزارات أخرى، أليس هم حضور؟ قائمة التحالف الكردستاني، رئيس جمهورية، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة الصحة، ووزارات أخرى. بس لهم. بس العراقية التحالف تقول الوطني كذلك. دولة رئيس الوزراء سمحت لي. العراقية تقول أنا عندي 9 اتفاقات قعدنا بأربيل ووقعنا عليها، وتنفيذ هذه الاتفاقيات طيب هو اللي دخلني بالشراكة الحقيقية. طيب التحالف الوطني ودولة رئيس الوزراء طيب موع الأمر، وهذه الست اتفاقات ما صارت. أولاً في أربيل لم نوقع على اتفاقية من أجل التصحيح، وهذه مرة ثانية أسمعها من الإعلاميين. في أربيل فقط افتتاح للمبادرة اللي أطلقها الأخ مسعود البرزان، فقط افتتاح، تعبير مجازي للرعاية. نعم. الحوار حصل هنا في بغداد وتم توافق سياسي، وعلى ضوء التوافق السياسي صار تشكيل الحكومة والبرلمان وتنفذت كل الفقرات. واليوم احنا مستعدين وأبلغنا مرارا تنفيذ كل فقرات التوافق الذي حصل بيننا. لكن الذي حصل أن الطرف في الجانب العراقية بخصوص هو لم يتبقى إلا موضوع مجلس السياسات. مجلس السياسات بالتوافق السياسي أنه مجلس اقتراحات وتوصيات ووضع سياسات غير ملزمة للدولة وغير ملزمة لمجلس النواب، غير ملزمة للحكومة، غير ملزمة للقضاء. إنما تكون ملزمة إذا صار
تصويت عليها 80% من أعضاء المجلس. هذا الاتفاق غداً مستعدين ننفذ الاتفاق بشرط أن هذه الزيادات التي أضيفت على الاتفاق تحدث. وهذا ما ليس أنا أقوله، إنما يقوله التحالف الوطني ويقول التحالف الكردستاني. الزيادات هي التي أفسدت قضية تشكيل هذا المجلس، لأنه صار بطروحات تنفيذية بعضها، وبعضها طروحات أن ينتخب انتخابا، بينما هو المتفق عليه أن المجلس يختار من بينه أمينا عاما أو رئيسا له. فمن جانبنا ما عندنا، إنما الخلل الذي حصل في زيادة الطلبات على ما كان. خلي يعطوني رقما آخرا غير هذا المجلس اللي أفسد موضوعه بسبب الإضافات، خلي يقولون ما تحقق من الشراكة. أرادوا تصويت في البرلمان على المجلس، شنو ما متفق عليه؟ شنو الضير؟ لأنه الضير يقولون في البرلمان، التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، التصويت عليه أن يكون رئيسا يحضر في الاجتماع. الرؤساء القضاء ورؤساء البرلمان ورؤساء الجمهورية والوزراء راح يصير هذا رئيس الرؤساء. احنا ما عندنا هيك شيء بالدولة رئيس الرؤساء مثلا. طيب أريد أختم وياك، يعني الوقت أخذني وياك، يعني أريد أختم وياك موضوع الوزارات. لحد الآن يعني صار سنة بعد الانتخابات، الوزارات الأمنية بعدها حكومة مكتملة، شنو موضوع الوزارات الأمنية؟ دائما الأمين صار سنة من الانتخابات، قلت صار شهرين من تشكيل الحكومة، شهرين وكم يوم صار شهر زيان. وهذه حقيقة بالنسبة للوزارات الأمنية، التزاما مني بأن يكون الأمن ليس مسيسا على الطريقة الحزبية أو الطائفية أو الميليشيات أو العصابات، أن يكون مستقلا وأن يكون غير مرتبط بحزب، وأن يكون قرار مهني، وأن يكون عنده كفاءة. وكل ما حاولوا يجعلون الوزارات الأمنية من حصص هذا الحزب وهذا الحزب، قلت لا، الوزير الأمني مستقل ولكن يحظى بتوافق الأطراف. إلى الآن ما طرح شخص من قبلي أو من قبل الآخرين وقبله الطرف الآخر. المشكلة هنا أن التوافق على الوزير لم يحصل. ما يقبله التحالف الكردستاني يرفضه العراقي، وما يقبله التحالف الوطني يرفضه التحالف الكردستاني، وهكذا. هذا الذي عطل الموضوع. ولو أردت أن أجعل الوزراء الأمنيين حزبيين، من بكرة أنا أحل المشكلة. يعني العراقية متقول أنا قدمت 5 أسماء اللي يرفضها دولة رئيس الوزراء والتحالف الوطني لوزير الدفاع؟ أنا أرفض. شو الأسباب؟ معايير عندي للقبول، أن لا يكون حزبياً، أن لا يكون مشمولاً بالمساءلة والعدالة، أن يكون مهني كفاءة عنده، أن يكون عندي مواصفات أنا بيها موجودة. العراقية تقول تسويف ومماطلة؟ لا لا تسويف ولا مماطلة. رشحوا واحد وردوا سحبوا ترشيحه لأنه قبلت أني، قالوا لبعضهم وكل العراقي، قالوا أنت لأنك ضعيف قبلك المالكي. وهذا سبب تأجيل، وهذا حق لا أتنازل عنه، لأن أنا اللي أعرف الوزير الذي ينفع. أنا ما أريد أذكر لك خصائص الذين رشحوا، ولا أريد أن أطعن أحد، كلهم إخواننا وإن شاء الله بهم الخير والبركة. لكن أنا عندي مسؤولية قيادة عامة القوات المسلحة، أنا أعرف الضباط وأعرف المرشحين وأعرف المهام اللي تنتظرهم. لذلك بالتوافق السياسي وفي التوافق الدستوري هي مسؤولية رئيس الوزراء اختيار وزراء جميعا، ولكن هذه المشاركة والمحاصصة خلتني أنا أتلقى التعيينات. تلقيتها قبلتها في الوزارات المدنية، لا أقبلها في الوزارات العسكرية الأمنية، لأن البلد ينهار من جديد. طيب كان من المفترض الخميس تقدمهم، نتوقع أن الأسبوع الجاي تقدم، الأمر يحتاج وقت أكثر. والله ما أدري يعني هل سينسجمون معي على المرشحين أو لا، لأنه البديل الذي لم يبقى أمامي إذا لم أستطع الحصول على التوافق والقبول المشترك من الجميع، سأذهب بمرشحين إلى مجلس النواب وأقول لهم صوتوا، من يحظى ويحصل على النصاب فهو الوزير. شكرا لك دولة الرئيس على هذا الحوار، شكرا لكم مشاهدين الكرام، في أمان الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دولة الرئيس. شكرا. حياك الله.